المدرسة الوطنية للعلوم الإسلامية دار القرآن إحدى الهيئات المدمجة بجامع الجزائر، حيث تعنى بتكوين يجمع بين علوم الدين والعلوم الكونية، تستقبل اليوم طلابها. وقد استغرب البعض حضور تخصص الهندسة المعمارية في مدرستنا، فإن اختصار العمارة الإسلامية في بناء الأقواس والقباب واستنساخ كل عمارة تمد بالحنين للماضي ليست سوى نوع آخر من الشيئية التي نسعى لتغييرها في دار القرآن. هذا الصرح العلمي الإسلامي أحد أهم مرافق جامع الجزائر، سخرت له كل الوسائل البداغوجية واللوجستية من أجل تحصيل علمي عالي المستوى. ميزة أخرى من بين ميزات كثيرة أنه مطلوب من طلبة وطالبات دار القرآن أن يستكملوا حفظ القرآن الكريم في الخمس سنوات، في السنوات الخمس ما تتميز به هذه المؤسسة. كذلك أن طلبتها مشروط عليهم هذه الإقامة الداخلية، كل ذلك حرصا على أن تهيئ كل الأجواء وكل الشروط من أجل أن يقضوا هذه الفترة التكوينية في أحسن الظروف الممكنة. بين الجامع الكبير ومؤسسات التعليم العالي الأخرى تكامل تعاون من أجل أن نعطي للتعليم العالي في مختلف فروعه وشعبه وخاصة في العلوم الإسلامية. المدرسة العليا للعلوم الإسلامية منارة علمية يتخرج منها العلماء المقتدرون والمتشبعون بأسس وقيم المرجعية الوطنية الجامعة.